السلام عليكم اخوتي، كنبغي التحيات ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده في الخارج. كنبغي التحيه ديالنا من هذه المباراه اخوتي، كنبغي التحيه ديالنا شي الاصدقاء شي العشره مساكن، الله يسهل عليهم في الغربه في اسبانيا. بزاف ديال الشباب وديال الاصدقاء كانوا معنا وكيعرفونا وكنعرفوهم وكيدعمونا، كنتمنوا لهم الخير لجميع اخواتنا المغاربه في العالم كامل. تاني كنتمنوا لهم الخير، الله يسهل عليهم جميعا. فهمتي اخوتي؟ وكنبغوا التحيه ديالنا لجميع العرب والمسلمين اللي كيشاهدوا لا اله الا الله محمد رسول الله، كنبغوا لهم التحيه ديالنا من هذه المباراه اخوتي. وحنا كنعاود لكم هذه القصه هذه ديال المعاناه ديال الشيشن وديال الشيشن الطويل، ما كنعاود لكمش على الشيشن تحكم بست شهور او لا دخلت وخرجت باربع شهور او هادي ولا هادي. كنعاود لكم على بنادم حين كيوقع له عاده واحد الحاجه في حياته هي كيموت هو ميت وحي، هي بنادم كيتحكم بواحد الكونضينه من 15 الفوق 10 سنين 20 سنه 30 وعباد الاعدام. هادو هما الناس اللي كنهضروا عليهم، وانا واحد من هاد الناس هادو اللي بقى لي على العمر عاش كنعاونوا معاناه ديال الشجون. انا بقى لي على العمر اخوتي، انا موت شحال هادي، انا الله سبحانه عز وجل اللي ما بغاش يقتلني هو اللي عالم على كل شيء، ما خليت ما عملت وكذا وهادي، وبغيت نموت وبغيت نموت والو ما سهلليش الله في الموت، علاش هو اللي كيعلم على كل شيء اخوتي، هو اللي خلاني تن دابا باش كنعاون هاد المعاناه اللي ضربنا في الشجون واللي كنخافوا عليه ناس بزاف ديال الحاجات. علاش الحبس راه دمار شامل، الحبس واحد الحياه ما حتى واحد ما يتقع حتى واحد ما يكذب عليكم، الحبس راه قبيح. شحال من واحد دابا في الزنقه كتجبرو ما كيعرفش اولا كيتغبى اولا عا كيعمل هدا ولا كذا، الحبس انا نمشي للحبس نعمل نصنع نكذا وهادي وهاني، واش عنده الحبس واش عنده كذا. الحبس صعيب اخي، الحبس راه واحد شي خطير الله يرضى عليك، الحبس واحد الشيء اللي ما تنواش، واحد الحقره اللي ما تقدرش عليها. عايلة كنتي انسان سالينا راه يمسحوا بك الارض، راه لا مسؤولين ولا شجانة، راه واحد الحياه فهمتي، وعادي تكون مع ناس ماشي مرغوب تكون معاهم وما يعجبوكش وما تعجبهمش، راه هذيك الحياه هذيك خبيثه، الحياه ديال الحبس خبيثه وخطيره. راه شوف كاين واحد المساله، بنادم حتى كيطيح الله يلا يقدرها على شي واحد حتى كيطيح في هذه القضيه هذه عاد كيعرف اذا الحبس راه خطير وقبيح وكذا. الله يحفظنا ويحفظكم، هذه واحد الحاجه اللي ما عندهاش الثمن. انا خوتي توش حاجبت ديال العذاب وديال الالم، ما خليتش شي بلاصه، خويت بلادي كنعرف وعمرت بلاد مع ناس اللي ما كيعرفوني ما كنعرفهم، هما انا ماشي مرغوب فيا وانا ماشي مرغوب فيهم. على الملاقات اللي لاقتنا ولاقتنا في الجحيم، لاقتنا في العذاب وفي الالم، ناس ما كيعرفوني ما كنعرفهم وانا كذلك ومثال. فهمتي يا خوتي؟ تلاقينا عاب العذاب وفي الالم، زعما دار العرس، الحبس راه ماشي دار العرس، راك ما جيتيش معروض، الحبس راه خطير، الحبس راك ما جيتيش معروض، اللي ما جيب العراضه كياكل بلا غساله، هذا هو الحبس. الحبس اخطر من شي حاجه اللي ما تصورش على الكره الارضيه في الارض. سمعتي اخاي؟ باش تكون على بال، بزاف من واحد دابا كيهضر وكذا وهادي، انا قلت لكم ولا كيخرج التغطيه وكذا وهادي، وانا الحبس وانا كذا وانا هادي وانا نعمل وانا نصنع. هادشي هذا راه كيبقى على روايات، راه مني وقع لك الحديث ويديوك تي يكبلوك ويديوك، راه كيتسال هاد الفيلم هذا، كتولي قضيه اخرى وديكور اخر. الحبس راه انا قلت لك الحبس راه دمار، الحبس راك عاد تولي واحد الانسان عرفتي شنو، زيد زيد وقف وقف، واش كتسمع بروبو؟ والروبو راه كان من زمان، علاش كان داخل السجون؟ روبو كان زمان داخل السجون، السجون كان بحال روبو، زيد تحسن زيد تحسن، فهمتيني؟ علاش هما اللي كيحكموا؟ السلطان اللي قاد حكم، كذب عليك شي واحد، راه نقصنا تاع عينا، آخر ساعة كيبقى المخزن، كيبقى السلطة هي اللي كتحكم، ولو طير تدعية، علاش كاين بعض السلطات، وبعض السلطات كيخرقوا القانون وكذا وهادي، هادشي معروف، الحق ماشي كل، ماشي كلشي، كاين بعض الناس كيخرقوا القانون، واخا هما سلطويين، كيتحكروا وكيتعداوا وكيجيبوا مخدرات كيعملوا كلشي. هادوهم كاينين معانا في الارض، الناس اللي ما كتخافش الله كما كنقولوا حنا، الناس اللي مقطعين الدم يد الله، انت مقتول مع حياتك
وقعت لك حاجه بحياتك او لعطره بحياتك وقعت لك ما توصلتين عندهم كيكملوا عليك باش تولي انسان مجرم حقيقي، واخا تكون عغلطي واخا تكون عام زرب واخا تكون ادي، المهم باش تولي مجرم حقيقي ضروري تخوتين واحد المعمل واحد البلاصه لاش عاد يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. وما خليت حتى شي بلايص، كتعرف في المغرب مشيت لشي بلايص ما مشيت لهم شي وانا بالسيفيل على الصغر ديالي كامل وانا في الحبس، مشيت لهم وانا شاجين وماشي مرغوب فيهم والله العظيم الا مشيت لهم بكل صراحه وانا دار معكم بصراحه، ما مشيت لهم شي بالفرحه اولا انا باغي نمشي لهاد المدينه اولا لهاد المدينه ولا كذا، كنمشي بالسيف كما كيقولوا بالسيف، كنكون ناعس ولا مشكل ولا كذا حتى كيهزوني رغما عليا بالعربيه صحه حتى كيربطوك ويدورو ويقطنوك وكذا، وهادي ما يقولوكش حتى فين ماشي، يعطيوك كلام ويخرجوا معك كلام اخر، هادي هي السياسه السجنيه، هادو هما المعاناه ديال السجون. اما هو بعض الحالات انت مثال عادي يديوك، انا الاخر ديالي انا الاخر ديالي واحد الشيء اللي ما يتصورش، عربي ورضات الوالدين، انا الوالد ديالي مسكين الحياه ديالو كامله فناها معايا، وخوتي بعض شي الخوت الله يذكرهم بخير في هذا النهار هذا، راه صاحبي شحال نقول لك انا، راه هذا الشيء هذا اللي شفتو واللي عرفتو ولا كذا شي حاجه ما طاحش على البلد بنادم، انا النهار اللي اخر مره كتعرف قالوا لي عندي وكنتي طوان اخر لقطه اللي عندو فيها حياتي، كل مره واش كيقولوا لي وما خصهم معايا قربوني عند عائلتي، واخا غارق بالسجن كان صباح التازه، عارفين جات التازه وكاد عارفين جات التازه، وما طيحش حتى الفكر ديالك داود المحطه وقول له اعطيني الورقه التازه، ما عمري عرفت التازه الصراحه الله تقال، ما عمري عرفت التازه، كنسمع التازه وكنسمع سيره دجاجه تازه وكنسمع بزاف على تازه، الحق انا ما عمري عرفت التازه من الصغر ديالي كنقول لكم غرقت في الشجن، عادي نشوف تازه في الشجن وكل واش كيقول على تازه عقوبات وكذا والظلم والحقره وكذا الحبس وكذا، ولا لا لا وانا واحد كنت من هاد العناصر وماشي كنفتخر علاش انا نموت، كنت زاطم على الموت، انا عندي الغرض صافي عاد تجي ديك الموت صراحة الله تقال، شكون اللي كان كيقول باقا هاد الحياة ولا باقي كذا ولا باقي انا عايش مع الناس، والله ما عمري نويت هاد الحياة هادي اللي عايش معاكم بها، ولا عمري نويت باقي نخرج برا كاع، تعرف النهار اللي دخلوني داوني نتازة واجبرت ماشي نقول لكم اخوتي لا اله الا الله محمد رسول الله، هاديك شي كيخلع واحد الشرقية طايحة والهوا مهموم وانا بوحدي ماشيين بيا وداخلين بيا نديك الشجن، كتعرف شنو ها المعاناة، ها واخا تكون عندك عام 10 شهور، حنا ما كنهضروش على الحبس الخفيف او الحبس اللي بنادم داخل خارج، الحبس داخل خارج كيتسمى هذاك بيريتيف، عام مشيتي وجيتي هذا جا على جوانه هذاك خرج على قرعة التراب هذا جا على الدية هذا جا على كذا، ديك الشيء ديال امورات بحال هذي كتكون بيريم، بحق الحاجة اللي صحيحة انا قلتكم هي الكوندينا، تعرف كيسميوها الكوندينا، انت تم انت تما خاي، هذا هو الخطر ما بلاد الحوايج هادو كاملين، بنادم علاش كنقولو بنادم يرد بالو ما يطيح بالزوبية او تحت بحفرة عريضة، هي هاد المسألة بحال هادي، كتعرف مني دخلت نديك تازة وكلشي كيتشوف، اما كاينش تيطواني الصراحة الله تقل، ما كاينش تيطوان ما كاينش، ابو حدي اخوتي ابو حدي تيطواني وبقيت واقف تما وكلشي ديك مسؤولين واحد الشيء شحال نقول لكم، باش كنقول لكم معاناه كيفاش عامله، ما جين واحد الدار وديك الدار ما جي بلا عراطه وما كيعرفك حتى واحد فيها وكذا، ودخل ديك المؤسسه شنو باغي يستناوك بالغايطه ولا بنضاد ال40 كلها، شنو كيدور له بعقله، واحد كيدور له بعقله وعاملين ديك الملف موسخينه عليه عنصر خطير وما نعرف شنو عقوبه وتعذيب وعندو ما عندو عندو البازي والملعات عندو الغرب وعندو هادي وعندو الضرب والجر عندو محاولة القتل، المهم معمرين عليا مزيان في المؤسسات اللي دوزت فيهم قبل من هاد، ما خليت حتى مؤسسة عن وصل تازا، نعاودكم دارو بيا حتى دخلو الشجانة بأخر ساعة وكدا، دارو بيا ويجيب لي الله واحد الراجل وربي يجعلو لي في الطريق ديالي اللي عاد يخلف لي كتعرف عاد يخلف لي الأب ديالي داخل السجن،
وهذا الرجل هذا على الله سبحانه عز وجل هو اللي كيسخر العباد ديالو من واحد اخر. انا تما ما كيعرفني حتى واحد من غير الله سبحانه عز وجل في ديك المسؤولين. انا ناوي فيهم فعلا، ناوي فيهم هاد الناس هادو ما كنعرفهمش وما كيعرفونيش، كنسمع عليهم باذن الحد خطير وكذا وهادي، وانا كذلك ومثال كنقول الا وقعت شي حاجه هنايا غادي يخرجوني ميت صراحه. الله تقي ناوي على الموت، هو يبقى بواحد السيد تبارك الله وصلى على النبي تقريبا زدو متر الطاوله، لابس واحد التري واحد كذا، وراجل كبير تبارك الله ماشي باقي صغير ولا كذا، وصحة وكذا وهادي والله يخلي له صحته، ولكن باقي بحياته الله يطول عمره. ما عمرو تنساني في حياتي هاد السيد هذا، انا ماجي لكم قدام ديك المسؤولين كاملين. قال لي شوف فلان هاي دا بالسميه ديالي علاش الملف مع البيرود المدير وكل شيء تما ومجموعه شارج جينيرال راس المعقل كذا هادي، وهذا هو المسؤول اللي هنا في هذه المؤسسه اللي كيعملوا له بالف سبب، لا من المسؤولين ولا من الشجانه. عاد عنعرف انا هاد القضيه هادي. قال لي شوف حنايا ما كنعرفوكش، وغنقولوا هادشي هذا كامل اللي كاين في هاد الملفات ما كاين من والو، غنبداو معاك ورقه جديده، ورقه كيتسمى ورقه جديده. وانا قلت لهم كذلك ومثال، انا ما كتعرفونيش وانا ما كنعرفكمش، وهادشي هذا هاد المؤسسات كل واحد كيعمل. انا وقع لي مشكل مع مدير بحبس اخر، عمر عليا تما ولا كذا داك الشغل هذا كنتو ما عارفينه، قال القوه نعاودوا ورقه اخرى جديده. صافي صافي قبض هاد السيد هذا الله يذكره بخير في هاد النار والله يطول عمره، ونطلبوا الله الصحيحة ديالو ربي يخليها له والله يسمح عليه ويغفر له، واحد الانسان ما عنديش ما تصور به. وهاد المسؤولين اللي كاع يكونوا معايا في هاد الرحلة ديالي، هاد العذاب وهاد الألم ديال هاد الحياة الجحيم اللي عشت حياتي كاملة وانا ناوي الموت، وده طالع عندي كتازة ومني كون ناوي الموت وناوي نعمل شي حاجة اللي ما تطيحش على البال. صدق داني واحد لافيرميري كيعيطوا له الفيرميري، داني تما قال لهم كدا هادي، عطاوني الامور ديالي بديك لافيرميري معزز مكرم كدا هادي، وهضر معنا تما بالاذن هذا جا من لا سونترال وكدا وها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش. المهم عدل الامور هادي وعيط لي وهضر معايا، قال لي اي حاجه محمد اي حاجه انا صرت لك انا نجيب لك ما تقلقش، هادو هنا اللي كاينه اللي كاينه اللي كاينه، هضر لي على كلش. قلت له الله يجازيك بخير وكذا وهادي، كنشكرك بزاف والله يرحم لك الوالدين. ودخلت في حالي، تعرف مع بعض الناس تما في ديك العشويه هذيك، تعرف مع بعض الناس تما الله يذكرهم بخير، والخصوص خصوص اللي عاد يجبد واحد السيد والله يذكره بخير في هاد النهار هذا، وحتى هو الله يطول عمره والله يرحم الوالده اللي كانت مسكينه كتنوب علينا وكتعاوننا حتى هي داخل هاد السجن هذا، هو محمد العريبي. هذا كيعيطوا له العريبي، كان خدام تما بلانطو مني جيت انا، وهاد الناس هادو مني كندخل بيا ديك الرئيس كاملين ما باغينيش نسكن معاهم، كيسمعوا السنتراوي ومن تطوان وكذا ومرواد وكذا وهادي وهادي عنصر، كاملين ما باغينيش نسكن معاهم. مني وقف الرئيس قال له العريبي، قال له نعم، قال له ديك البلاي، قال له كاين جوج خاوين هنايا، هذاك العريبي كيتسمى هو اللي سبب لي باش نسكن تما، هذاك العريبي ما بغاش يكذب على الشاف، وكاين بعض الدراري بغاوه يكذب علاش هو كان بلانطو باغين يقولوا له الدنيا عامره باش ما تسكنش معاهم. سكنت مع هاد الناس هادو، تعرفت مع هاد العريبي، بديت كناكل نشرب انا وياه وكذا وكيهضر اللي كاين اخي محمد اللي كاين اللي كاين. المهم ديك السيمانه الاولى انا كنت ما راضيش على تازا ولا شي حاجه، بديت كنرطب معاهم شويه وبدا القلب ديالي كي بدات كتبان لي الامور. هاد السيد هذا الله يذكره بخير كل نهار بالشهود كل نهار اي حاجه اي حاجه قبل ما يجيو عندي موالين الدار اي حاجه كيصرد لي، صرد لي صغيره صرد لي خضيره صرد لي كدا صرد لي الحمد تكون كوزي الخيرات تهلا فيا والله يجعل ربي تهلا فيه الله يسمح عليه والله يغفر له والله يطول عمره. واحد الراجل شحال نقول لكم، مني بقيت كنلاحظ كيخدم اغلبيه السبت والحد. علاش كيخدم السبت والحد؟ انسان سيرفيس راه كيخدم فعلا كيخدم، كيجي واحد القنت في الحبس اللي كيشبر الحبس كامل بعينه،
بلا كاميرا بلا هادي بلا والو، كيجيب واحد القنت واحد البلاصه كيعيطوا لها المدرسه وكيقنت مع الحمام المدرسه والكوزينه، كنمشي كنريح معاه كيعيط عليا كنمشي نجلس معاه تما. بقى عليا مسكين بالمعاوده، وكان تعاود انا وياه علمني الصبر، علمني الصبر وعلمني بزاف ديال الحاجات، وعلمني هاد السيد هاد المسؤول هاد المسؤول هذا الله يذكره بخير، علمني بزاف ديال الحاجات اللي استنفعت منه وباش عيسهل عليا الله ونخرج بحالي. كون ما كانش هاد السيد هذا انا كنت ناوي على الانتحار صراحه. الله تقار وما نخبعش عليكم، مني وصلت المدينه ديال تازه النهار الاول كنت ناوي على الانتحار. تجعل لي ربي هاد الراجل هذا في طريقي بالقدره الالهيه، هاد المسؤول هاد الجنرال هذا، حتى عمل معايا شي امورات اللي ما عملو معايا حتى واحد، وعملو معايا بعض المسؤولين بالحق. هاد السيد هذا بالخصوص تقول عائلتي، حتى ولاو كيعيطوا لي تما بديك الحبس الغياتي. صافي مشيت انا مع ديك الرئيس غياتي، كلشي كيعيط لي الغياتي الغياتي محمد تطواني هكذا غياتي، كهو تما واحد الحاجه في تازة معروفين توازا كتقول له الله يحفظك من ثلاثه، التور والبرانص وغياتا، هادي عا كلمة الناس الله يعمرها دار، تازة كاملة الله يعمرها دار بها بمواليها، ناس دراوش وناس مزيانين وناس ديال الله وناس ديال الفلاحة وناس سما شنقولكم، والله العظيم أخوتي كانت كتجي واحد الشتوة تما والله ما تسخن وخا بجدو ملاطي داخل الشي، وهاد السيد هدا عاملني واحد المعاملة شعادي نقولكم، وعاملني واحد المعاملة اللي شمان صافي حسيت براسي بحال لا قررت نمشي بحالي وكذا، وهادي كنت ناوي نموت حتى وليت رطبت واحد الرطيب وليت صافي عندي عائله بالحبس. جعل لي ربي واحد من العائله ديالي بالحبس هو عبا عبد جليل الربيزه، الرجل الواحد اللي كتعرف اللي غامر معايا وتعاون معايا ماديا ومعنويا، وكل مره كيعطيني الدروس، ولو دوزت الحبس كثير ودوزت العذاب والالم حق الدروس ديالو والهضره ديالو كان جبره صحيحه. الصبر ديما وبنادم كدا وباقي عايش وكدا وهديه، وبزاف ما يتقال اخوتي وباقي ما يتعاود، على حساب ياش انا تما يموت لي الوالد ديالي وهذا الراجل هذا ما عم كاينش خا بالنسبه لي، لي انا ما عنديش باش نرد له الخير ديالو اخوتي، ما عنديش باش نرد له الخير ديالو، وما خلى ما عمل معايا، وكان اي خاوه ديالو مدير ديال الطبيب الطبيب مسؤول في الطبيب كابطوني تو كيتعاملوا معايا وانا براني تما تطواني واحد، والله يكثر خيرهم الله يخلف عليهم. واش غادي نقول لكم اخوتي، الخير كيبقى اخر، احنا خرجنا من برا ما جبرناش حتى باش نقضيو، احنا باقيين مراتي ودابا اخوتي هادي خمس ايام ما خرجت من الدار اخوتي وعيان، والله العظيم الا مرض ها الحبس النتيجه اللي دينا منو كنقولوا لهم حنايا هادشي ديال الحبس راه قبيح وخبيث، ديما كنقولوا للشباب هادشي خطير، ها احنا شنو دينا من هذا ما دينا والو، بقينا باندونو بقات على الحياه هي اللي بقى بقى على العمر، قالنا واحد شي حاجه هذا الله يسهل الله وسمحوا لنا بزاف اخوتي المغاربه، وباقي ما يتعاود اللي تابع يعمل ابوني ويعمل جيم اخوتي، ونطلبوا الله هاد الناس اللي كيساهموا معنا واللي كيتضامنوا معنا الله يسهل عليهم حتى هما، وسمحوا لنا بزاف اخوتي المغاربه وباقي ما يتعاود. محمد الطبيب فهمتي 06 95 11 67 95، اللي بغى يعيط لي ديريكت اخوتي ما عنديش شي واحد كيعاونني او شي قناه اخرى، راه الا تعاملت مع شي واحد كيتسمى راه داك الشيء ما نعرف عاد هو، انا ما كيوصلني والو، ما كنتعاملت مع واحد اللي كيعيط لي ديريكت هذاك شنو كنشوفو وبالاصل والسميه وداك الشيء اللي كنعرفو اخوتي، وسمح لنا بزاف والنمرايه تما قلنا لكم 06 95 11 67 95، وسمح لنا بزاف وعاش الملك.